الحالة على المحاكم بالنسبة للتقارير المنجزة من قبل المجلس على الحسابات يتم في إطار الفصل 111 من قانون المحاكم المالية أو في إطار الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أنه يمكن لوزير العدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي وأن يأمره كتابة بمتابعة مرتكبها أو يكلفه لكي يقوم بذلك. إذن هذا هو الإطار الذي نتعامل مع التقارير الواردة علينا من قبل المجلس على الحسابات. وشكرا.